نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا لليوم. وامبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم سيادته التحية للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الاجتماع تم مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن الوطني الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة. وبمناسبة الذكرى 49 لانتصارات نصر أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر. وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاء لشهداء مصر الأبرار. قام سيادته أيضا بوضع إكليل من الزهور على قبري الرئيس الراحل محمد أنور السادات والزعيم الراحل جمال عبد الناصر. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مختتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من أجل رفعة الوطن. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، منها التهنئة اللي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد. وأيضا الاجتماع اللي عمله رئيس الوزراء لمتابعة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وكمان لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وفد لرجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت.
أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها تقديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، وقال في البرقية إن ذكرى أكتوبر هتظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها اللي قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن. كمان امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وعبر رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني لوزير الدفاع والجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة درعاً واقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وأيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. وأصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع تابع فيه جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد رئيس الوزراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية. وجه مدبولي بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع بمقر الهيئة العامة للاستثمار مع وفد كويتي ضم 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك بتمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية، وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة اللي جاية، وكمان حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة إن الدولة بتتبع سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص. امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت حول وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية. المركز قال إنه الكلام ده غير صحيح، والأدوية متوفرة بشكل طبيعي، والمخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن. في جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في عدد من المحافظات. كان من أبرزها افتتاح البطولة الدولية الثانية لسباق الهجن في محافظة الوادي الجديد. كمان كان فيها أيضا تنظيم أطول سلسلة للتمور في العالم بطول بلغ 2 كيلومتر في مدينة الخرجة، غير توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، والانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 7 مدارس في محافظة المنيا، وأخبار أخرى هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها افتتاح البطولة الدولية الثانية لسباق الهجن، وكمان تم تنظيم أطول سلسلة للتمور في العالم بطول يصل ل 2 كيلومتر شمال مدينة الخرجة، ومن المقرر تسجيل السلسلة كأطول سلسلة للتمور بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. في جنوب سيناء أكد المحافظ اللواء خالد فودة إنه جاري الانتهاء من أكثر من 15 ميدان جديد في شرم الشيخ، وده ضمن استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ. في أسوان تم افتتاح فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 واللي هيستمر لحد يوم 5 أكتوبر.
في الإسكندرية أطلق المحافظ اللواء محمد الشريف إشارة بدء أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع المدارس بحي المنتزه أول، والبدء الفوري في رصف الشارع بتكلفة 5 مليون جنيه، وده بعد الانتهاء من أعمال المرافق. في بورسعيد بيتم الاستعداد لإطلاق مهرجان بورسعيد الدولي الأول لتصوير ومراقبة الطيور، وده بيعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهيتم تنظيمه في ديسمبر المقبل بالتعاون مع محافظة بورسعيد ووزارة البيئة ممثلة في إدارة محمية أشتوم الجميل. في أسيوط أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن البدء في إنشاء وحدة جديدة للجراحة التجريبية بالمستشفى البيطري التعليمي، واللي بتهدف لتدريب طلاب كليتي الطب والطب البيطري على مهارات الجراحة المختلفة وإجراء دراسات وأبحاث علمية مشتركة. في بني سويف أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنظيم قافلة طبية بقرية العجرة مركز بيبا، مكونة من 7 عيادات متخصصة تم من خلالها الكشف على 1157 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في المنيا تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 7 مدارس بقرى مركز ملاوي بقيمة تتجاوز 3,670,000 جنيه، وده بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. في كفر الشيخ تم اعتماد توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمركز الرياض من خلال الشركة المتخصصة للغازات الطبيعية، وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن الفترة اللي جاية هتشهد نقلة نوعية وتحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين.